السلام عليكم. تخيل معايا انت او انتي كنتي كتمارس واحد النشاط فني اللي خلاك على انك تكون مشهور ومنتشر بواحد الصفه اللي هي كبيره، وفجاه وقعت لك شي حاجه اللي خلاتك على انك تحبس هذاك المسار الفني. واش غادي تقدر تحبسه او لا؟ او شنو غادي تكون رده الفعل ديالك؟ بغيتك تجاوبني دابا وكذلك في النهايه ديال الفيديو، وتقارن الجواب ديالك دابا مع الجواب ديالك في النهايه ديال الفيديو. هذا السؤال اللي طرحت عليكم هو نفس الشيء اللي كان وقع لواحد المغنيه شعبيه كويتيه سميتها الطقاقه نورا. مبدئيا فاش نقولوا الطقاقه، بحال قلنا مثلا حنا في المغرب الشيخه اولا اللعابه، بحال قلنا مثلا الشيخه تسونامي اولا الشيخه تراكس اولا اللعابه الفلانيه الى اخره. يعني كانت واحد فنانه شعبيه اللي كانت معروفه في الكويت، وكانوا الناس كيستعملوها كمظهر من مظاهر ترى، يعني الى جبتيها في العرس ديالك فكتبين الاقارب والاصدقاء على انك انت مطرف الى اخره. فكانوا الناس كيتسابقوا باش انهم يجيبوها في الاعراس ديالهم والمناسبات الخاصه ديالهم. والحادثه والقصه اللي غادي تبدل المسار الفني ديال هذه الفنانه بصفه اللي هي نهائيه غادي تبدا من واحد النهار من ايام العطله ديالها. كانت جالسه مرتاحه في ذاك النهار حتى التليفون ديالها بدا كيصوني. هي في الاول ما كانتش بغات تجاوب، ولكن داك النمره بقات كتصوني وكتعاود، يعني بقات ملحه على الاتصال. واحد اللحظه قالت ارا نجاوب، الا كانت شي حاجه اللي هي مهمه غادي نجاوب عليها، كانت شي حاجه اللي ماشي مهمه غادي نقطع التليفون وكان شيء لم يقع. وما كانتش عارفه بلي هذا الجواب ديالها على هذه المكالمه هو غادي يكون النقطه المحوريه في تغير المسار المهني ديالها بصفه اللي هي قطعيه، يعني كما تنقولوا غادي تقلب المسار ديالها 6 سعود. مجرد ما جاوبت على المكالمه وهزت التليفون كتسمع الصوت ديال واحد المراه تيقول لها السلام عليكم، انا اليوم عندي العرس ديال بنتي، وبنتي معجبه بواحد الدرجه اللي هي كبيره، وانا عندي غير بنتي وحده وبغيت نفرحها بانني نجيبك ليها في العرس ديالها كمفاجاه. الفنانه غادي ترفض وغادي تقول لها لان اليوم ديال العطله وانا كنرتاح فيه وما يمكنش ليا نخدم وكنتاسف ليك. ولكن داك الصوت ديال داك المراه ما استسلمش بسهوله، بدا كيلح على الفنانه بواحد الطريقه اللي هي غريبه بحال واحد التنويم مغناطيسي فيه شي ذبذبات، حتى لقات راسها على انها وافقات بلا ما تحس. اتفقت معها على المكان والزمان اللي غادي تمشي فيه. هزت نورا التليفون ديالها وعيطات لجميع اعضاء الفرقه، وحيت كانوا كيحترموها وكانوا كيسمعوا ليها باعتبار على انها هي الرئيسه، وافقوا كاملين على انهم يمشيو لذاك العرس. وفعلا في الليله ديال داك النهار في الزمان والمكان اللي اتفقوا عليه وصلت نورا والاعضاء ديال الفريق ديالها اللي تقريبا على حسب الروايات يقولوا على انهم كانوا 6. بمجرد ما وصلوا لذاك المكان لقاو السيده كتسناهم وكانها كانت عارفه على انهم غادي يوصلوا بداك الوقت بالضبط. غادي تقول لهم يتفضلوا، وقبل ما يدخلوا لاحظوا على ان البيت من برا ديالو واحد البيت اللي هو فخم ورائع ومزيين بواحد الطريقه اللي هي غريبه وعجيبه، يعني زوين بزاف، يعني اي واحد كيشوفو غادي يتصدم بداك الجمال ديالو. غادي يدخلوا للدار ديال العرس، والام ديال العروسه غادي تسلم بحراره على الفنانه رئيسه الفرقه اللي هي نورا. وهنا نورا لاحظت واحد المساله اللي هي غريبه، هي ان داك السيده باش سلمات عليها يديها جاتها قاصحه بحال الحجر، والوجه ديالها الملمس ديالو خشن وفي واحد النوع من الحراره، يعني سخون الوجه ديالو. ما اكتاتاتش وقالت ربما هذا فقط مجرد العياء ديالي لاننا كنخدموا طوال الاسبوع واليوم ديال الراحه ديالنا جينا نخدموا فيه، ربما هذه مجرد علامات ديال التعب ديالي. دخلوا للمكان ديال الاشتغال، حطوا الماتيريال ديالهم وبداو كيستعدوا لانهم يبداو في الفقره الاولى. بداو كيطبلوا وكيدوروا بعينيهم في القاعه، فكيكتشفوا على ان القاعه فيها واحد العدد ديال الحضور اللي هو متوسط، ولكن المأكولات بشتى الأنواع لدرجة على أنها كل طبلة فيها وليمة. فاش نقول وليمة يعني راه المأكولات اللي هي كثيرة ومتنوعة، بحال قلتي غير طبلة واحدة كتساوي عرس على قدو. وغادي نشوفوا العريس والعروسة بواحد الشكل اللي هو غريب، جالسين في واحد الكرسي اللي الشكل ديالو غريب وراهم واحد الوجه بحال اللي تيغوت، والعريس لابس واحد اللباس اللي هو تقليدي بزاف، بحال قلتي شي واحد جاي من شي عصر من العصور القديمة، العصر العثماني أو مثلا أو العصر العباسي كما كنشوفوهم في الأفلام التاريخية. بينما العروسة كانت لابسة واحد اللباس اللي هو أسود وفيه نقاط بيضاء. بداو كيتبادلوا النظرات فيما بينهم على هذا الجو هذا الغريب، ولكن ما كثرتوش لأن بانت لهم داك المظاهر ديال الثراء الفاحش
اللي كتجسد في داك الماكولات وديك الزينه فهاد الامور ربما هادو ناس اللي عندهم عادات وتقاليد ديالهم خاصه ليهم. وهنا بدات الفقره الاولى ديالهم. بمجرد ما بدات الفقره الاولى بداو كيلاحظوا على ان الاعداد ديال دوك الحضور بدا كيتزاد. يعني بحال قلنا مثلا كانوا 50 في قاعه اللي هي كبيره ولاو 60 ولا 70 ولا 80 الى اخره. فهنا وحده فيهم قالت لنورا اللي هي رئيسه الفرقه واش ما لاحظتش معايا على ان هاد الناس هادو بحال غرايب شي شويه؟ شوف الماكولات ديالهم، شوف الكرسي فاش جالس العريس والعروسه، شوف الشكل ديال العريس والعروسه، وشوف حتى الطريقه باش كيشطحوا هاد الناس هادو، لانهم بانوا لهم كيشطحوا بواحد الطريقه اللي هي غريبه نوعا ما، ماشي الطريقه اللي موالفين كيشوفوها في الاعراس اللي هي شعبيه. رئيسه الفرقه اللي هي نورا قالت لهم احنا ما شغلناش في هاد الشيء هذا، احنا جينا باش نأديو واحد العمل ديالنا، نأديو ونمشيو والله يجعل الدنيا تدوز بخير وعلى خير. وكانها كانت حاسه بان شي حاجه ماشي هي هذيك. وهنا غادي تبدا القصه الحقيقيه والمعالم ديال داك الغرابه كتبان. مجلس هذه الفرقه من الفقره الاولى ديالها كما كنعرفوا على ان جميع الاعراس فاش كتجلس الفرقه كترتاح واحد شويه عاد كتكمل. في هذه اللحظه هذه نورا قررت على انها تقلب على شي مكان اللي فيه شويه ديال الهدوء وترتاح فيه. هي تشاور مع مولات الدار اللي عطات عليها قالت لها عافاك واش ممكن لي نطلع للفوق نرتاح شي شويه؟ قالت لها يمكن لك تفضلي طلعي للفوق وارتاحي مع راسك. هنا نورا بدات كتطلع. مجرد ما كتطلع مع الدروج بدات ديك الانوار بحال كتقل، الانوار اللي كانت لتحت وديك الزينه كتقل. وطلعت للطابق الثاني هنا غادي تكون المفاجاه. لقيت على ان الطابق الثاني مختلف تماما على الطابق الاول. الطابق اللي هو مهجور بالشكل اللي هو كامل ومخرب والحيوط عامرين بالغبره والكراسي مهرسين وكل شيء في هاد الحال اللي هي يوتلا. قالت ماشي مشكل، ربما هاد الناس هادو ما مهتمينش بالطبق العلوي ما فقط مهتمين بالطبق السفلي، او تقدر تكون هادي شي قاعه ديال الحفلات اللي صالحين للتحت والفوق ما مسوقينش ليه بهذا المعنى هذا. فبدات كتقلب على شي بيت اللي ترتاح فيه ولات لقى واحد البيت دخلات لقات واحد الناموسيه اللي هي مغبره وعامره بالتراب، ولكن حيت هي كانت عيانه بزاف قررت على انها كترتاح تما واحد شويه. غير طاحت وهي تنعس، وهنا فاش نعسات حلمت على ان واحد المراه دخلت للجثه بحال بغات تخنقها باش تقتلها وكتبرك عليها كما كنحلموا حنا بعض المرات كنحلموا بشي بوطاط مثلا اللي كنسميه ولا ما شابه حاط علينا يديه وكان ما كنقولوا لا نغوتوا لا نموت. بقات كتقاوم في الحلم ديالها حتى ناضت ملي نبت مخلوعه وعرقانه ولات كتجري باش تهرب وتهبط لتحت. فقربت لجهه الباب بقات كتحاول على انها تحلو والو ذاك الباب هي كتجر فيه والو ما بغاش يتحل ليها. استعملت معاه القوه ديالها كامله وقدرت على انها تحلو وغير حلاتو وهي تلقى ديك المراه اللي كانت كتحلم بها في الوجه ديالها. هذيك المراه حطات عليها يديها وهي تقول لها غني لي انا راه غير غير الست ديالك. هنا نورا بطبيعه الحال خافت وما قدرت دير حتى رده فعل. قالت لها انا راني يمكنش ليا نغني انا راني خايفه. قالت لها ما تخافيش انت البيت ديالي غير غني وما كاينش اللي غادي يقدر انا غير غير الست ديالك. نورا بقات كتحاول تراوغها حتى تمكنات من انها تهرب. وبمجرد ما قربت الدروج وبغات تهبط طلعت مع واحد الدري صغير تما كانت كيضحك. قالت هذا واقيلا ولد شي واحد الناس اللي تحت اجي نهبطو معايا. يلا قاسو في وجهو ويهرب ليها ويطلع للفوق. هي قلبها بطبيعه الحال ما طوعات على انها تخليه وتهبط تبعته كتجري ويطلع ليها للطابق الثالث. وهنا نورا غادي تطلع كتجري للطابق الثالث ورا داك الدري الصغير وكتسمعو غادي وكيضحك هو كيجري وكيضحك وهي كتابعاه وهي تابعه وكتعيط عليه. هو غادي كيضحك حتى وصل على واحد الباب هو يدخل هو يسدو عليه. بغات هي تحل داك الباب والو داك الباب مابقاش تحل ليها الصوت ديال داك الدري اختفى. هي كتعيط عليه واحد الصمت اللي هو رهيب. دورات عينيها كتشوف في الجوانب ديالها كتلقى على ان داك الطابق اكثر من الطابق الثاني. الطابق اللي هو كحل ومظلم كله مخرب بواحد الشكل اللي هو اكثر من الطابق الثاني. هنا قلبها طاح بين رجليها كما تنقولوا وهربات. وبمجرد ما تهبط حسات بشي حاجه شدتها من رجليها وكتحاول على انها تقاوم. هي كتجر رجليها وشي واحد كيجرها من رجليها. هي كتجر وشي حاجه كتجر. شويه ولات تسمع داك الصوت اللي سمعته لتحت غني غني انا عايز ليا الصوت ديالك. نورا قالت نفس الهضره اللي قالت في الطابق الثاني انا ما يمكنش ليا من هنا انا راني خايفه. قال لها داك الصوت ما تخافيش انت البيت ديالي ما كاينش اللي غادي يقدرك غير غني انا عزيز عليا الصوت ديالك.
نورا بقات كتقاوم وكتقاوم حتى قدرت على انها تفوت من ديك اليد اللي شادها وهبطات كتجري لتحت. غير وصلت عند الاعضاء ديال الفريق ديالها لقات وحده منهم كتبكي وطايحه في الارض. سولتها نورا مالك ياك لاباس؟ قالت ليها ملي شفتك غبتي وسولت عليك قالوا لي راك طلعتي لفوق باش ترتاحي، فقلت نطلع لعندك نشوفك وفي نفس الوقت نرتاح معاك شي شويه. مجرد وصلت للطبق الثاني لقيت واحد الطبق اللي هو كحل 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 وتيخلع وكله مخرب انا تخلعت وبغيت نهبط في حالاتي. غير بغيت نهبط هو كيجي واحد الراجل قدامي، كل ما كنحاول نهرب منه كل ما كنقرب ليه واحد اللحظه هو حط عليا يدي ويقول لي غني انا راه عزيز عليا على ديالكم. قالت ليها انا ما قديتش نغني بطبيعه الحال حيت راك عارفه انا خفت منه وقلتها لي. قال لي ما تخافيش نتوما الضيوف ديالي ما كاينش اللي غادي يعذبكم، غير غني انا راه عزيز عليا على ديالكم. قالت ليها وبقيت كنقاوم انا نحاول نهرب منه حتى قدرت انا نهرب وهبطت انا في حالتي لتحت. هنا نورا دركات على ان هاد العرس هذا ماشي عرس اللي هو طبيعي، ولكن قالت لهم نحاولوا على ان نخدموا وندوزوا هاد الليل على خير كملوا هاد الشيء ديالنا بسرعه باش نشوف حالات. وبداو الفقره الثانيه ديالهم، بمجرد ما بداو كيغنيو بدات الاعداد ديال هذوك الناس بدات كتضاعف وبداو كيشطحوا بواحد الطريقه اللي هي غريبه بحال قلنا حنا مثلا كيجدوا وكيشطروا واحد الاصوات اللي هي في شكل. وواحد اللحظه داروا عليهم واحد الدائره اللي هي كبيره وبداو كينقزوا. في هذيك اللحظه فاش بداو كينقزوا شي وحدين منهم طلعت الحويطه وهنا غادي يشوفوا على ان الرجلين ديالهم ماشي رجلين ديال البشر اللي هو طبيعي وانما رجلين ديال الحيوانات غريبه الشكل. الفرقه هنا كلها معروفه على انهم ماشي في عرس ديال الانسان وانما في عرس ديال الجن. واحده من اعضاء الفريق غادي تسخف ملي شافت ذاك المنظر. جاو الحضور كيجريو كيشوفوا مالها وكيسولوا مالها. جاوبتهم نورا لا راه غير حيت عيات نظرا لاننا خدمنا هذا الاسبوع هذا كامل والصغير التغلى وغادي يرجعوا يكملوا العرس ديالهم وبحال ما وقع والو. كما قلنا بداو كيشطحوا بواحد الطريقه اللي هي هيستيريه لدرجه لان البعض منهم بدا كيجذب من الشعر ديالو وتيقطعوا وكيلوعوا والبعض منهم بدا كيعض في راسو وتياكل اللحم ديالو وشويه حتى الوجوه ديالهم اللي كانت وجوه ديال الانسان بدات كتبدل وكتحول لواحد الوجه اللي هو شيطان. الفرقه بقات مستمره في العزف ما قدوش على انهم يتوقفوا لانهم عارفين الا توقفوا ما غاديش تخرج ليلتهم طريفه، خصوصا ان نورا كانت متاكده على ان هذوك الجن ما غاديش ياذيهم ولكن فقط بغاوهم يغنيو ليهم. بدات الفرقه مستمره في العزف حتى لواحد اللحظه اللي غادي يؤذن فيها اذان ديال الفجر. وبمجرد ما اذن الاذان ديال الفجر غادي تقطع الضوء في مره وبعد لحظات اللي هي قليله غادي يرجع الضوء مره ثانيه. بمجرد ما رجع الضوء الاعضاء ديال الفرقه كيلقاو على ان القاعه اللي كانت مأتته ومزينه باحدث وافخم الزرابي والطاولات والماكل والمشرب كل شيء داكشي اختفى وتحول الغبار وتراد وكراسي اللي مخربه والاحيط كلها مغبره. يعني ذاك المنظر تبدل تماما ولا الطابق السفلي بحال داكشي اللي شافوا نورا في الطابق الثاني والثالث. هنا نورا غادي تقول لهم نوضوا نخرجوا من هنا ولكن بهدوء، نوضوا كيتمشاو غادي خارجين بشويه عليهم حتى خرجوا من ديك الدار وبداو كيجريو. غير بعدوا على الدار واحد شويه هما يتلاقوا مع واحد الراجل كبير غير شافوه طاح لهم النفر الكري مره اخرى. وحده فيهم تخفرت حيت اعتبرت على انه يقدر يكون شي واحد من دوك الجن تبعهم. هنا ذاك الراجل غيتقدم حدا نورا وغادي يسولهم اش كديروا نتوما هنا؟ ويجاوبوا نورا كما تنقول على الدريه بسم الله عليك اخويا راك خلعتينا. قال لها لا ما تخافيش. قال لها انا غير بغيت شفتكم هنا بوحدكم عيالات وبغيت نسولكم ما كديروا هنا. قالت لها اخويا حنا كنا في واحد العرس في هاد الدار هذه. قال لها عرس؟ قال لها انا كنسكن هنا في الجوار وغادي نصلي الفجر ما كاين حتى شي عرس ما كاين لا صداع لا حتى شي حاجه. قالت لي كنا في عرس في هذيك الدار راه هي كتشوف في الدار كتلقى على ان ذاك الدار حتى من برا ما بقاش ذاك الزينه وذاك الديكور ولات مخربه. قال لها هاد الدار هذه راه مهجوره من اكثر من 10 سنوات والناس اللي كانوا ساكنين فيها تيقول انهم خوها بسبب انه كان فيها جين. وحتى الناس ديال الحومه كلهم حتى واحد ما كيقدر يقرب ليها حيت احيانا كيسمعوا فيها شي اصوات في الليل. قال لها هاد الدار هذه راه مسكوره. هنا نورا والفرقه ديالها تاكدوا مليار في المية
حيت كانوا في الاول مؤكدين، ولكن زادوا تاكدوا على انهم ما كانوش في عرس ديال بشر اللي هو طبيعي، وانما في عرس ديال جن. ومن وراء هذيك الليله نورا والفرقه ديالها قرروا على انهم يوقفوا النشاط ديالهم في الميدان الفني صفر اللي هي نهائيه، وقالوا الحمد لله على انها خرجت لينا طريفه. ودابا غادي نطرح لك السؤال اللي طرحت عليك في البدايه ديال الحلقه، انت او انتي كنتي كتمارس واحد النشاط فني ووقع لك هذا الشيء اللي وقع لهذا الفنان هذا، واش تقدر على انك تستمر في النشاط الفني ديالك؟ نبغي نشوف الاجوبه ديالكم في التعاليق. بما نخليكم الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تخليو واحد لايك، وكذلك الى كنتي اول مره غادي تحضر معنا في القناه ما تنساش على انك تضغط على الزر الاحمر او زر الاشتراك. نشوفكم ان شاء الله في قصه جايه او معلومه جايه. تهلاو في راسكم.